السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ طريقة تفعيل برنامج تيثر الخاص براوترات تيب لينك. خلنا ننزل البرنامج، تكتب بالبحث تيب لينك، يطلع لك تيب لينك تيثر اسمه. تبت البرنامج، طبعا حاليا انا مكنك على جيراننا وفوق السطح بالبرد، تصور هذا المقطع، لان انا الراوتر مالي راوتر بورت 951. وكثير جماعة طلبوا مني شلون ندخل على هذا البرنامج، يعني هو يحتاج تسجيل دخول وايميل وحساب وهيك. قبل كان بس تدخل عليه مباشرة تدخل على الراوتر، بالتحديث الجديد لا اختلفت، لازم لا تسجل حساب. سوي فتح، هذا يقول لك حساب، اللي عنده حساب، احنا ما عندنا حساب، نسوي انشاء، معرف، اوافق. حساب تكتب جيميل عادي، جيميل مالك، تكتب جيميل، كلمة مرور مو مال الجيميل، اكتب من عندك كلمة مرور. سوي سجل. المشكلة هذا الحساب أنا مسوي به، خل غير الحساب بالله. سجل، من تطلع لك هالواجهة تخرج تروح على برنامج الجيميل، هاي مال رسائل، تيجي تضغط هناك كل البريد الوارد، تنتظر، هاي راح تجيك رسالة معرف، تنشيط مطلوب. اضغط لاكتمال عملية التسجيل، ندوس على اي متصفح، ندوس على كروم، تبس الطب راح يقول لك تم التفعيل. تم تنشيط، نروح البرنامج، تب مفعل وريد تسجيل الدخول. هسه دخل للبرنامج، راح يطلع لك الراوتر مالتك، اكتب عليه كلمة الدخول مع الراوتر، هاي البرنامج. راح انزل لكم مقطع ثاني شلون تغير الرمز وشلون تحضر وشلون، يعني اعدادات كاملة، راح انزل مقطع ثاني ان شاء الله. تحياتي.